أول شيء بنشكر ربنا إنه بعده عم بينعم علينا كيف الدنيا بعد يعني ولا مرة إلا ما بتشتي، يعني هذا بنعتبره خير ورب يعني بمراحمه بيمطر علينا بأمور كثير منيحة. بس عنا بوضع بلبنان خاصة هلا بهالأيام اللي عم نعيشها وعم نحتك بالناس اللي هن فعلا عم بيكون عندهم معاناة كثير كبيرة، أول شيء كثير عم بتأثر بالناس اللي عم بيخبروني عن كيف كانت حياتهم قبل هالأزمة وكيف حياتهم خلال هالأزمة، لجهة حتى يعني الأكل والشرب وهالأمور اللي كانت كتير أول شيء سهلة وكانت كتير يعني بمتناول اليد، وهلأ قديش الدعم بتكون صعبة. هلأ بالنسبة لي يعني كل شيء عم بقدر أقدمه مش ضروري يكون مني، من خلال أي مؤسسة ومنهم ميراث وأي مؤسسات تانية، أي شيء عم بقدمه وعم شوف بعيون الناس قديه عم بيكون هالشيء هيدا يعني عم يعني لهم، قديه هالشيء عم بيأثر على حياتهم. يعني بتسأل الناس بقول لك مثلا هالأشياء اللي عم ياخدوها بالحصص الغذائية اللي من خلالها بيعملوا الأكل أو بيعملوا الطبخ اللي بيأمنوه، قديش هالشيء عم بيسبب لهم يعني نوعا ما أمان غذائي بالوقت اللي احنا عم نعيش فيه. نحن بالإضافة لأنه منصلي لحتى الرب يغير الوضع، بنفس الوقت كمان بنشكر الرب من أجل كل شيء عم يقدر يوفره للناس هودي، وهالشي بيخلينا نكون عندنا أكتر التجاء للرب بهالوضع، لأنه لو أي شخص رحنا اشتكينا له مش رح يكون عنده حل، لكن الحل هو عند الرب يلي يفتح يديه ويشبع كل الناس. يعني أول شيء على طول الأزمات هي ما بتبعد عن الله وهي ما بتبعد عن الإيمان، يعني على طول الأزمات هي بتقربنا من الله، بتقربنا من الرب، لأنه وقت اللي توقع الواقعة ما في مين نصرخ له غير الرب. كيف عم بيأثر هالوضع على إيماني؟ بالعكس هذا الشيء عم بيزيد إيماني وعم بيخليني يكون أكتر قريب من هالناس اللي هي عم بتعيش هالمعاناة أكتر. ونحن من خلال هلأ الأمور واحتكاكنا بالناس عم نشوف إنه صدقوني ما في شيء عم بيطيب عم بيشدد الناس أو في شيء عم بيعزيها إلا الرب، إلا كلام الرب، إلا لمسات الحنية يلي الناس بتلمسها منا، اللي نحن فعلا بنكون عم نعكس حنان الرب من خلال كل شيء بيتقدم، إن كان بالكلام إن كان بالاهتمام إن كان بالرعاية هالأشخاص هودي. بتصور هيدا الوضع عم بيزيد الإيمان مش بنقصه، وعم يجذب الناس للإيمان اللي هم كانوا عايشين قبل يمكن بإيمان باهت أو كان بإيمان سطحي، لكن الوضع هيدا عم بيخليهم يكونوا عم يعني بيفوتوا بعمق الإيمان، لأنه بالنتيجة ما عم بيشوفوا غير الرب هو اللي واقف حدنا بهالأزمات الصعبة.